رمضان كريم على كل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. بلش دايلر مبارحة تحضير لكليب أغنيته الجديدة اللي بعنوان آسف، حيث أول شيء عمله دايلر هو الذهاب للحلاق لتغيير لوك. شباب طالعين نجهز الفيديو كليب وباقي ما جانا، أنا مالي ماليش قاعد أقول شعر، حيث بعدها اختفى دايلر من السوشيال ميديا ورجع اليوم الصبح ونشر هالستوري وكتب coming soon. اما عن تفاصيل الاغنية فرح تكون من اداء دايلر وديبيكات، وهي الاغنية اللي كان يحطها دايلر في بداية مقاطعه على اليوتيوب، حيث راح تنزل باول يوم العيد اي الرابع من جون، وهذا الفيديو من كواليس الفيديو كليب. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.